هو النهارده كايرو فاشن شو، كايرو سمر فاشن شو الموسم الخامس. انا بنظمه المره دي مختلف تماما عن اي عروض ازياء ممكن كنت تشوفها قبل كده، لان انا ضمه ما بين مصر والوطن العربي واوروبا وامريكا. جايبه مصممين ازياء كتير من مصر، وجايبه من اسبانيا ليو نورما، وجايبه وعلى فكره ليو نورما شارك معايا في سيزون 1، وكمان معايا ادوين دانجالو ده امريكي، ومعايا كمان مدام علا زيد دي مصممه ازياء سعوديه، ومعايا منار جازولي دي مصممه ازياء مغربيه. هو المسابقه كانوا المفروض ان احنا نعمل نستوحي من العصر العثماني، كان السيم عصر عثماني، ولازم نعمل ميكس بين روح العصر وروح العصر العثماني بما يتناسب ان هي ينفع تلبس دلوقتي. فدي كانت الصعوبه، انك تعمل حاجه العصر العثماني فيه زخارف كتير قوي، فيه تفاصيل كتير قوي، فلازم نعمل حاجه ينفع الناس تلبسها دلوقتي. ودي كانت الصعوبه. وعايز اقول لك ان كان اغلب المتسابقين او كل المتسابقين بذلوا مجهود كبير جدا، وكانت المنافسه قويه. يعني الحقيقه احنا بنحضر للفاشن شو بقالي من تقريبا 3 شهور او 4 شهور بنشتغل عليه. تمام، الفستان العثماني من اكتر الحاجات اللي واخده شغل، معمول كورساج من الذهب والمطعم طبعا بالماز، وعندي 63 فرح. اوكي، وبقيه الكوليكشن السواري العادي بتاعي. الافانجارد هو اللي خد مننا وقت في التحضير، هو خد تقريبا حوالي 3 اشهر. اوكي، اشتغلنا فيه على كان الكونسبت ان هم ناس نازله من الفضاء. اوكي، ونزلوا في العصر العثماني فلبسوا لبس من هناك. اللبس المغربي اصعب من المصري بكتير، يعني فيه تدقيق وبيعتمد على شغل الايد اكتر، فان شاء الله ينالوا اعجاب. اول حاجه احب اقول لك انه البنات والشباب كانوا جدا رائعين، المستوى كان جدا عالي، وكان صعب التحكيم، مش سهل كان التحكيم، لانه انا تفاجات ما شاء الله بالذوق العالي، بالفينشنج الجميل، ما شاء الله شيء مره واعد. اساس التحكيم حيكون على اول شيء الموضوع، احنا نبع عثماني معاصر، يعني عثماني صح بفخامه العثماني، بس في نفس الوقت نقدر نلبسه الان.